يبدو بأن المتطرفين كل واحد يلغى على أخوه في أوروبا في الغرب، وحرق المصحف تحول إلى موضة، لأنهم عندما يرون بأن هذه الأمة لا تتحرك إلا ببيانات الاستنكار أكيد سوف يواصلون ويستبيحون ويقومون بأشياء أكثر إساءة لهذا الدين. لهذا اليوم موقف الأزهر الشريف موقف إيجابي جدا، الحمد لله. الأزهر الشريف ما استناش بزاف وأصدر بيانا يدعو فيه الشعوب العربية والإسلامية لمقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية نصرة للمصحف الشريف. هذه هي تغريدة الأزهر الشريف، لأنه البارح بعد انتاع السويد، بعد المعتوه انتاع السويد الدنماركي لما أحرق الخط أحرق المصحف، الأزهر اكتفى بالاستنكار على إقدام مجموعة من الإرهابيين التابعين لليمين المتطرف اليهودي بحرق السويدي على حرق المصحف. اليوم عاود شخص آخر زعيم حركة بيجيدا المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا، وهذه حركة تعمل تحت حماية غربية قانونية بحجة حرية التعبير، فقام هذا المعتوه الثاني الهولندي إدوين واجنسفيلد، حتى اسمواتهم صعيبة، واجنسفيلد، على تمزيق صفحات من القرآن الكريم والدوس عليها ثم حرقها. وين؟ أمام مقر البرلمان في لاهاي. معنتها السلوك هذا لم يعد سلوك انتع واحد معتوه في السويد، وإنما الآن انتقل إلى هولندا وتوقع ينتقل إلى بلدان أخرى. الأزهر الشريف أعلى سلطة سنية في العالم، يعني مجموعة علماء عندما يدعون الشعوب العربية الإسلامية إلى مقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية فهم يعلمون جيدا حجم وأهمية وتأثير هذه الخطوة أكثر من البيانات، رغم أن البيانات حاجة مليحة. فوزارة الخارجية الجزائرية اليوم أصدرت بيان آخر، كاين عواصم عالمية وعواصم عربية وإسلامية بالأحرى، اكتفت بالبيان تاع السويد وعياو مساكين باش يعاودوا يديروا بيان آخر على هولندا. فوزارة الخارجية الجزائرية أعربت عن إدانتها الشديدة لمحاولة المساس بالمقدسات الإسلامية على إثر الحادثة التي وقعت لتمزيق نسخة من المصحف بمدينة لاهاي الهولندية، داعية حكومات الدول المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الأفعال الاستفزازية. هذا هو البيان تاع وزارة الخارجية الجزائرية. فيحدث هذا أيضا عشية انعقاد مؤتمر هام في الجزائر، وتعرفون الجزائر استعادت عافيتها دبلوماسيا بشكل كبير، وأصبحت محطة لكثير من الأحداث والمؤتمرات والملتقيات، بينها مؤتمر اتحاد مجالس التعاون الإسلامي الذي سيكون في الجزائر قريبا مع نهاية هذا الشهر يومي 29 و30 جانفي، ويعقد تحت شعار العالم الإسلامي ورهان العصرنة والتنمية. خلوكم الشعار، أكيد أن المضمون سيكون فيه الكثير من القضايا الحساسة اللي عندها ارتباط مباشر بالعالم الإسلامي وظروفه، ومن المتوقع حتى وإن لم يكن من المبرمج رسميا باش نحكيه على الإسلاموفوبيا وعلى هذه الظاهرة المتزايدة للمتطرفين في محاربة المقدسات الإسلامية، خصوصا بعدما صدر عن الأزهر الشريف هذا الموقف الشريف. الأزهر الشريف أصدر هذا الموقف الشريف. بصح باش نعرفوا أكثر عن هذا المؤتمر معنا السيد مندر بودن، وهو نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالشؤون الخارجية. سيادة النائب مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير الأخ قادة، وتحياتي لكل المشاهدين. أهلا بك. طيب نبدأ أولا بهذا المؤتمر سيد بودن، يبدو بأن الوفود بدأت في الوصول إلى الجزائر، كيف هي الاستعدادات وما هي التوقعات أيضا؟ شكرا أخ قادة. صحيح أن الوفود بدأت بالتوافد، يعني منذ يومين تم استقبال العديد من الوفود. هذا المؤتمر الذي يشهد مشاركة قياسية من ناحية العدد ومن ناحية أيضا
كيف، حيث شفنا باللي يشارك 17 رئيس برلمان أكدوا المشاركة تاعهم، وبدأنا فعلا في استقبال رؤساء البرلمانات. وأيضا بالنسبة للوفود 37 دولة عضو في الاتحاد أكدت المشاركة تاعها بعدد إجمالي فوق 450 مشارك. انعقاد المؤتمر هذا يأتي يعني بعد جهود وركود شهدته الدبلوماسية البرلمانية منذ 2004 لم ينعقد مؤتمر بهذا الحجم في الجزائر، وجاء يعني ليعزز ليس فقط الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية أيضا، لكن يعزز ما تفضلت به أخ قادة أنه عودة الجزائر للساحة الدولية من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات والأحداث الدولية سواء في الشأن الرياضي أو الشأن الدبلوماسي الشأن السياسي الاقتصادي كل شيء. الجزائر الآن تتصدر الحدث الدولي بهذا اللقاء، لأنه هذا اللقاء أكيد يمثل العديد من الدول، والجزائر ستترأس من خلال البرلمان تترأس هذا هذه المنظمة البرلمانية الدولية المهمة جدا ستترأسها لسنة قادمة. الفكرة كانت يعني في مشاركة الجزائر في 2021 ديسمبر 2020 في المؤتمر 16 الذي احتضنته تركيا، أين قام السيد رئيس الشعب الوطني بدعوة الأمانة العامة للاتحاد حتى ينعقد الدورة المقبلة تنعقد في الجزائر، وهذا ما كان. بالنسبة ما تجرأ عليه بعض الأشخاص بانتهاك المقدسات، أيوة هذا هو سؤالي سيد بودن. بالنسبة ما تجرأ عليه، كانت البارحة الأمانة العامة للمجلس أدانت الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أدانت الفعل ببيان شديد اللهجة، ونعتقد أنه لأنه كان البرنامج العمل كان مسطر مسبقا، يعني ما كانش فيه موجود في، ولكن يمكن يعني أن يدرج بصورة استعجالية أكيد راح يكون بند استعجالي، ومتأكد بلي الكل سيتبناه وسيكون يعني رد فعل قوي. يعني سيد بودن نعم، يمكن أن يتم إدراجه بصورة استثنائية استعجالية. أكيد أكيد، لأنه مثلا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي المصري علي جمعة، وهو أيضا من الأزهر الشريف، فهو يتواجد هنا في الجزائر، والكل يعني كثير من العلماء المسلمين هم موجودين هنايا، وأكيد مش لا ننتظر منهم بيان عادي ولا بيان يشجب فقط، لكن بيان يكون عنده أبعاد اقتصادية، أبعاد فعلية يعني تشمل العديد من المجالات، خاصة أننا هنا بيكون بحضور 37 برلمان، ويعني لما نقول برلمان بكل ما يرمز ذلك من ثقل ووجود وإمكانيات اتخاذ قرارات مناسبة في هذا الشأن، أكيد ممكن يعني لو نصل إلى مستوى معين من الرد أكيد راح يكون ردع لهذه الدولة التي احتضنت هذا الفعل صحيح. وأيضا الدول الأخرى إذا تجرأت مرة أخرى، لأنه العقوبات الاقتصادية والتي جاء بها يعني بيان الأزهر الشريف يعني من مقاطعة رمزية إلى ذلك أكيد راح يكون عندها أثر، وإحنا نتمنى إن شاء الله أن يكون يعني. طيب زيادة على هذا الموضوع سيد بودن، إذا تم إدراجه أكيد أن هنالك في البرنامج الكثير من القضايا المرتبطة بالعالم الإسلامي، خصوصا أن الشعار الذي اختيره هو شعار كبير يتحدث عن العصرنة وعن التنمية، فهذا يعطينا إشارات على أن القضايا وورشات ستكون كبيرة ومواضيعها مهمة. نعم، خاصة القضية الفلسطينية، أول اجتماع يبرمج بعد اللجنة التنفيذية الذي سيكون غدا إن شاء الله، أول اجتماع واجتماع اللجنة التي تعتني بالقضية الفلسطينية، وإحنا أكيد أن الكثير من القضايا التي تهم دول العالم الإسلامي راح تكون يعني عندها أولوية، وإن شاء الله باللي هذا المؤتمر سيكون عنده يعني أبعاد ومخرجات يعني قوية وذات ثقل مثل ما شاهدت تتناسب مع قوة الطرح بالنسبة إلى الجزائر، وأيضا مواقفها المبدئية والثابتة مثل ما كانت
في القمة العربية عندما خرجت بتوصيات وقرارات هامة، وأيضا هذا المؤتمر الإسلامي أكيد بأنه سوف يلزم الكثير من الدول بأن تتماشى مع الطرح الجزائري، لأن الجزائر إذا ترأست هذه الدورة فأكيد أنها سوف تحاول طبعا بالتشارك والحوار مع الكل، ولكن تحاول أن تفرض أجندة تتماشى مع عقيدتها الدبلوماسية. نعم أخاذ، لا يخفاك أنه العقيدة الدبلوماسية الجزائرية بعض المبادئ اللي كانت ربما لم يتم التعامل بها، ولا كان هناك يعني نوع من التهاون في التعامل بها، خاصة مبدأ الندية. مبدأ الندية عاد بقوة في العقيدة الدبلوماسية الجزائرية. الندية يعني في كل دولة أو كيان يعتدي على الخصوصية تاعنا، ولا يحاول أنه يتدخل يعني في شؤون الداخلية، أو يكون عنده مواقف نوع من ما عدوانية مع بعض الاتفاقات السابقة التي كانت قد وقعت. أكيد الجزائر اليوم تقود الجامعة العربية، الجزائر اليوم تقود برلمانية المنظمة التعاون الإسلامي، كل هذا من شأنه أن يعيد للعالم الإسلامي نوع من الهيبة التي هذه الهيبة التي ستكون يعني من العقيدة الدبلوماسية الجزائرية المبنية على عدم التسامح في كل ما يمس مقدسات العرب والمسلمين. بالتوفيق لكم، وشكرا لك سيد منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالشؤون الخارجية. يعطيك صحة سيد بودن. شكرا لك. شكرا تحياتي. طبعا أنا مدبيا نعود الفيديو اللي خيروه المجلس الشعبي الوطني على صفحتهم، كنا نشوفه فيه قبل قليل هذا الوفود التي هذا هو الفيديو، فيديو متقن عملا وإخراجا. الآن نحن في معركة اتصالية يا جماعة، العالم الإسلامي إذا مرر أفكاره المشروعة وحقوقه بطريقة سيئة فلن يصل إلى أي أحد، بالصح لما تمررها بصورة جميلة وبشكل لائق فالأكيد أن المتلقي سوف يتفاعل معها بشكل لائق. طبعا احنا عندنا الجامع الأعظم، هذا علامة بارزة على أن المؤتمر التعاون الإسلامي هو في بلد يحتضن الإسلام والدعاة والوسطية، وكان حتى مطاف يعني مزار لعدد كبير من العلماء في الفترة الماضية. والصور اللي كنا نشوفوها تاع الاستقبالات هي بداية وصول الوفود، نظن حتى كان هنالك وفد برلماني. نعود الصور الزملاء تاع الاستقبالات، هذا نظن الوفد السنغالي. السنغال دولة كبيرة ومسلمة ومؤثرة في إفريقيا، هذا الوفد السنغالي، وهذا رئيس الجمعية الوطنية يعني رئيس البرلمان في النيجر، في دولة النيجر. وهنالك وفود أخرى تتوالى سوف تكون، لأنه سيكون هنالك عمل يسبق المؤتمر يومي 29 و30 جانفي.